وهروح لمحمد النني المصري لاعب المنتخب الوطني الذي يتصدر وسائل الإعلام الأجنبية بعد أن تعاقد معه نادي أرسنال. أعتقد أن مصري يتصدر الصحف العالمية كلاعب مصري بشكل يحقق الشهرة من جديد للمصريين الذين يذهبون إلى الملاعب الأجنبية بهذه الصورة. كان خبر مبهج هذا الأسبوع. محمد النني. ربما يفاجئك القدر أحيانا بهدايا لم ترد في أكثر الأحلام أملا، كأن تخرج مطرودا من النادي الأهلي وتلتحق بعد سنوات بنادي أرسنال الإنجليزي. قبل أشهر ليست بالقليلة خرج محمد النني من نادي المقاولون العرب صوب نادي بازل السويسري ملتحقا بصديقه محمد صلاح، وسرعان ما حجزا كلاهما أماكن أساسية ضمن تشكيل النادي الأوروبي. إلا أن أنظار المصريين اقتصرت على صلاح وأخفلت جهود النني بشكل كبير قبل أن يعلن الفرنسي أرسن فينجر بدء مفاوضات بين نادي أرسنال وبازل للتوقيع مع اللاعب المصري. عرضية ساندة بالكعب جميلة لسه في قدرة النني تصور النني جول 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 النني 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 النجم المصري الفرعون المصري بقدم النجم المصري محمد النني. ظهر النني صاحب 23 عاما ضمن صفوف ناشئي النادي الأهلي منذ سن 5 قبل أن يغادر في 16 إلى نادي المقاولون العرب ليلعب في صفوفه في قطاع الناشئين والفريق الأول، حيث خاض 35 مباراة بقميص المقاولون في الفترة من 2010 وحتى 2013، ولفت الأنظار خلال مشاركته مع منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بالإضافة للمنتخب الأولمبي ومنتخب مصر الأول، قبل أن يوقع على عقود انضمامه لبازل السويسري في يناير 2013 مرتديا القميص رقم 33. وجول وجول إنني حطها يا سلام نجم مصر. وعلى مدار 3 سنوات شارك النني أساسيا في أغلب مباريات فريقه بكافة المسابقات، وحصل على بطولة الكأس لموسمي 2013 و2014، كما شارك في لقاءات الفريق ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا. وعلى المستوى الدولي لعب النني أكثر من 40 مباراة دولية، ما جعله هدفا رئيسيا لفريق المدفعجية خلال موسم الانتقالات الشتوية. ونجح أرسنال في الحصول على توقيع اللاعب المصري لأربع سنوات بعد أن تمكن من حل أزمة تصريح العمل. النني will of course join us. He has joined us and we'll see if he can qualify for Sunday. مسيرة ناجحة وموهبة كبيرة تجسد إصرار لاعب خرج من مدينة المحلة الكبرى ركضا خلف حلمه قبل أن يتوج بالتوقيع لأحد أكبر الأندية الأوروبية، حتى بات أول لاعب مصري يدخل عبر بوابة النادي الإنجليزي. مصطفى سامي، كلام تاني.